بص، هو كان من اللافت للنظر قوي الدرونات اللي هي بتصنعها الامارات، زي الدرون اللي كان قدامنا ده. هو برضو من اللافت للنظر فيه ان هو ما فيهوش اماكن للتحكم، يا اما هو بيبقى فيه فلايت بلان هو بيطير لوحده، او ان في طيار بيطير من محطه بعيد. الاحمر ده هو مستخدم في عمليات الانقاذ والاطفاء. الخزان اللي تحت ده بيتحط فيه فوم او مواد اطفاء، او انه حد مثلا علقان فوق عماره ولعه او حاجه عاليه يعني، فبيبعته له يجيبه. طبعا في عندهم درونات بتشيل اي سوائل توديها في اي حته، مستخدمه في الرش الزراعي والحاجات اللي زي كده. ما كانش فيه هليكوبترات كتير، كان فيه الهليكوبتر بتاعت ليوناردو اللي قدامنا دي، في طياره من 17، وفي الاباتشي بتاعت قوات الجويه القطريه.